صحيح الكلمات هون غريبة علينا، لكن مش مبين إنه لحنها مألوف لحد كبير. هذا النشيد الأوبرالي المعروف باسم مارش بليفن ألف أول ملحن أوبرا في التاريخ التركي، قائد الأوركسترا الأرمني ديكران جوخجيان، تخليد لذكرى القائد عثمان غازي ودفاعه عن مدينة بليفن البلغارية خلال الحرب الروسية العثمانية ما بين سنة 1877 و 1878. ومن هذا المارش العسكري التركي اقتبس الملحن اللبناني محمد فليفل لحن قصيدة يا ظلام السجن خيم، واللي صارت كلماتها على مدار 100 سنة الماضية عنوان تحدي لقهر الزنزانة والسجان. ليس بعد الليل إلا فجر مجد يتسامى. بعد احتلالهم لسوريا حول الفرنسيين قلعة جزيرة أرواض المطلة طرطوس لمنفى وسجن لرجال الحركة الوطنية، كان منهم الصحفي الحموي نجيب الريس مؤسس صحيفة القبس وصاحب أشهر افتتاحيات محرضة ضد الوجود الفرنسي. دخل بسببها سجون قلعة دمشق والمزة وحلب وبيروت وراشية وأرواد، وبين جدران زنازين قلعة أرواد نظم الريس سنة 1921 قصيدة يا ظلام السجن خيم. في أواخر العشرينيات غنى المنشد والموسيقار الشيخ صالح المحبك كلمات الريس بألحان الموسيقي الحلبي أحمد الأوبري، وهات ساعد عن انتشارها الواسع لتكون واحدة من أبرز الأغاني السياسية خلال فترة الاحتلال الفرنسي لسوريا. روايات ثانية بتنسب اشتهار كلمات الريس لاسطوانات سجلتها شركة بيدافون سنة 1923 بلحن محمد عبد الوهاب، لكن مع تقدم لحن الأوبري وعبد الوهاب زمنيا إلا إنهم ما وصلونا مثل ما وصل لحن فليفل للقصيدة، وهو اللحن اللي ما زلنا بنسمعه ليومنا هذا. غنت فرقة العاشقين يا ظلام السجن خيم عشارة بداية المسلسل الفلسطيني بأم عيني،
سنة 1977، وغنتها كمان فرقة ميراج الأردنية في مسلسل وجه الزمان عام 1988. كمان صارت القصيدة جزء من مناهج التعليم في عدد من الدول العربية. اتصدرت كلمات الأغنية جداريات وملصقات دعم الأسرى، وحضرت في مذكرات السجناء السياسيين في معتقلات الأنظمة العربية. وهيك ومن أرواد مملكة الساحل السوري لسجن النقب الصحراوي جنوب فلسطين، صارت كلمات نجيب الريس تهويدة الأسرى في عتم الزنازين.